من بريطانيا وتحديدا بالفور، ومن ثم بدعم الولايات المتحدة تم زرع هذا الكيان الصهيوني في قلب الشرق الأوسط في فلسطين. أرض فلسطين كانت لشعبها، المسلمون والمسيحيون واليهود كانوا متحابين وفي تعايش سلمي، ولكن عندما جاءت بريطانيا والولايات المتحدة بأموال الصهيونية الدولية وزرعت هذا الكيان في الواقع الجغرافي في الشرق الأوسط واغتصبوا أرض فلسطين، فإن السلاح النووي أيضا سلم من قبل هؤلاء إلى هذا الكيان. بريطانيا في الستينات علمت هذا الكيان التقنية النووية. أريد أن أقول أن الكيان الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة على اتصال تحت مظلة نظام السلطة والهيمنة. أما السيد عفيفي أشار إلى دول عدم انحياز وقال أين صوت هذه الدول؟ فعندما تقوم الولايات المتحدة تقاطع منح القمح والغذاء لبعض الدول دول عدم انحياز وتهددها بأن عليها أن تتخذ مواقف ضد إيران وإلا ستحرم من هذه الامتيازات، وإن معظم هذه الدول دول فقيرة وتسكت. الولايات المتحدة وبأموال الصهيونية الدولية وبثروات الصهيونية العالمية تقوم بنهب دول العالم الثالث. اليوم أن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يقنع حتى اليهود الذين جمعهم من الشتات. الكيان الصهيوني واجه مشاكل من الداخل اساسا، ان هذا الكيان لا يموت بالسلطه، لا يموت بالسلطه بدول الدول المجاوره. نظام السلطه يعتمد على صنع القنبله النوويه واستخدام هذه القنبله في نازاكي في هيروشيما. في اطار ما نناقش ومرتبط طبعا بمعاهده الحظر النووي وكيفيه اصلاح هذه المعاهده، اعود الى الاستوديو والى الدكتور العزي. دكتور عزي، حول موضوع المنطقة الخالية من السلاح النووي الشرق الأوسط بالتحديد، الكلمات التي ركزت على هذه، أولا هل تعتقد هي جدية؟ هو طرح، على كل حال قيل أن مصر هي التي تريد أن تطرح هذا الموضوع ودول عدم الانحياز أيضا تتبناه. واشنطن قيل أيضا أنها ستعمل مع مصر للوصول إلى ما يمكن أن يرضي على الأقل أصحاب هذه الدعوة، لكن بحيث لا يتم إزعاج الإسرائيليين. كيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ يعني فقط بس بدي أعلق بكلمتين على ما قاله الدكتور عفيفي. فهمت منه بأن المسألة في العلاقات الدولية مسألة إقناع، يعني أنه الولايات المتحدة نجحت. من يستطيع أن يقنع من؟ يستطيع أن يقنع؟ فإذا أنا أدعو الإيرانيين إلى أن يستمروا في برنامجه ويحاولوا إقناع يعني ما يستطيعون إقناعه من دول. بعدين احتلال العراق، يعني انه هل كان مقتنعا مع كولين باول عندما عرض يعني في مجلس الامن صور هذه نقطه؟ نعم. ومن يحاسب الولايات المتحده على ما فعلته في العراق؟ اكثر من مليون عراقي، بلد نهب باكمله، دمر، وهذا ليس منطق لا هيمنه ولا سلطه، يعني معلش. طيب المنطقه الخاليه من المنطقه الخاليه هناك باحثون امريكيون قرات لهم منذ 10 سنوات يقولون، نشر في احدى المجلات لم اعد اذكر، بانه ليس هناك من حل للصراع العربي الاسرائيلي الا اذا امتلكت دوله عربيه او اكثر السلاح النووي. بهذه الطريقه يقول دوله عربيه او اسلاميه كما عدو لاسرائيل. نعم. بذلك يكون هناك ثمه من توازن، وبناء على هذا التوازن يعني يمكن التوصل الى حل، إلى تسوية. طالما أن هناك خلل، هذا الخلل الفادح في ميزان القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لن يكون هناك سلام عظيم. الآن إسرائيل تمتلك يعني طبعا السلاح النووي، هذا أمر بات معروفا، وأكثر من ذلك استطاعت إقناع العالم باستثنائها من كل معاهدات حظر السلاح وانتشار السلاح وإلى آخره. بما أنها تمتلك مثل هذا السلاح، فأنا لا أجد هذا لا المقترح أجل. يستهدفها دكتور عزي، هذا المقترح متعلق بشرط هذا مقترح مصري من السلاح النووي يستهدفها. هذا مقترح مصري صحيح، إيراني، عالم نامي، هل عربي، تركي حتى تركي طبعا أساس. عربي، هل يمكن تطبيقه؟ هل يمكن تطبيقه يعني بكلمة؟ يعني الذي يعجز عن انتزاع تصريح من نتنياهو ليس بوقف ولكن بتجميد الاستيطان، هل سوف يتمكن من إقناع إسرائيل بنزع السلاح النووي؟
هذا السؤال. طيب دكتور عفيفي، أعود إليك وإلى هذه النقطة التي تم التركيز عليها في مؤتمر اليوم. على كل حال، هل يمكن تجاوز ما يرتبط بالعملية الإصلاحية إلى هذه النقطة المتعلقة بشرق أوسط خال من السلاح النووي؟ هل يمكن فرض هذا الأمر على الجانب الإسرائيلي؟ في الحقيقة أنا لا أعترف بموضوع الفرض، لأن كما ذكر الإخوان وكما ذكرت حضرتك، أن استطاعت إسرائيل أن تقنع العالم أن يتجاوز معها في جميع الحالات. فلا بد أن نكون واقعيين ونبعد عن الشعارات. الواقع الحالي هو من يستطيع الإقناع وإلى أي مدى. هناك تنازلات ممكن تحدث. الإدارة التركية قامت بمحادثات، الإدارة المصرية بتقوم بمحادثات، الإدارة الأمريكية على استعداد لمناقشة هذا الموضوع. مدى جدية وفاعلية هذا الموضوع سيتوقف على مدى تفاعل القوى المختلفة في الشرق الأوسط، مدى تفاعل البلاد العربية والبلاد الإسلامية. واستطاعتها إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعالم أجمع بهذا الموضوع بشكل واقعي وليس بشكل شعاري. دكتور محرابي، أختم معك ولدينا حوالي 30 ثانية. هل مؤتمر اليوم كان بمثابة مواجهة إيرانية أمريكية؟ طبعا لم نسمع إلى الكلام الأمريكي، لكن هل هي كذلك اليوم؟ جمهورية إسلامية إيران، جمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعارض ولا تنازع أي دولة، أو حتى الولايات المتحدة. نحن دولة مستقلة نمارس عملنا من أجل التنمية في بلدنا، وإن الولايات المتحدة هي التي، والكيان الصهيوني والقوى العالمية هي التي تبحث عن مصالحها في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط ملك لشعوبها ولإيران ولسائر الدول الموجودة. نحن نحتاج في الشرق الأوسط إلى أن يكون لنا حضور، لا تلك الدول التي تأتي من وراء المحيطات باسم الولايات المتحدة وتأتي إلى العراق وتحتل هذه الأرض. أشكرك الدكتور علي رضا محرابي الخبير بالشؤون السياسية، أشكر انضمامك إلينا في هذه الحلقة وعذرا على المقاطعة، كما نشكر ضيفنا من نيويورك الدكتور مهدي العفيفي الناشط في الحزب الديمقراطي، نشكر انضمامه إلينا، ونشكر حضور الدكتور غسان العزي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية معنا في الاستوديو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم.